طيب بسم الله. طبعا يا جماعه نحن زي ما قال شغله الادليه بتاعت السلفيين وانصار سنه وما ادراك الحياه دي نحن ما شغالين بها، نحن شعب الله المختار بنؤمن بالله واحد واحد بس، ما عندنا كثير حاجه كثيره كلها. بنقرا القران، بنصلي، بنزكي، بنحج، بنعمل اي حاجه، لكن ما عندنا حاجه اكثر من كده. ولا حتى انه اذا قصيت بنطلونك ده بتعمل تثبت انك انت يا اخي خلاص زي المسلم. ما الاسلام ما كده. انا بالنسبه لاي انسان بخاف الله والرسول، بخاف الله وبخاف الرسول، بيقرا القران، ابزكي، بيعمل اي حاجه، ده مسلم. المانعين يعني ولا خلاص انا اقص منطلوني واجي كده انه خلاص انا مسلم. هل ده بيعني الاسلام ده؟ ولا الاسلام قال كده يا جماعه؟ الله ده قال يا اخي قص منطلونك لو سمحت. حديث قال كده؟ حديث قال الرسول قال يا اخي قص منطلونك؟ طيب اعتبروا الكلام ده حقيقي، اعتبروا الكلام ده حقيقي. يا شباب انا داير اقول لكم حاجه، دقيقه يا جماعه، انا داير اقول لكم حاجه. انا ما عندي شغله مثلا الجماعه دول يجوا يردوا لي ولا يجوطوا ولا حاجه بالشكل ده، انا في حاجه كده اقول لكم حاجه متمسك بها. شيخنا افلاطون بيقول شنو يا جماعه؟ إن الجدل هو تاج المعرفة، والمعرفة هي تاج الحياة. خليه يجي يضربني ولا يعمل أي حاجة، دي ما مشكلتي يا زول، على الأقل بعرف، بعرف حاجة. كيف كان ضربني أو ما ضربني بعرف حاجة كويس. نمشي قدام. كده في لا لا في حاجة ثانية، مثلا زي مسألة صاحبنا القولي شوية اسمه نور قال يا أخي أبحي المسيحية. أنا ذات حي المسيحية والله. والله حي المسيحية، ما من مسألة، أنا ما معتنق المسيحية، لكن بحترمك كإنسان، عندي حرية الاعتقاد في الأديان ذاته، أحترمك أنت من ناحية دينك ده. هاي أنا مش مسلم، أنا مسلم، أنت إنسان مسيحي، بحترمك أنك أنت خلاص معتنق المسيحية دي، ما عندي شغلة، ولا بتخش في مسيح الدين ولا عندي علاقة بدينك، أي زول بدينه. أنا أستعمل زي ما قلت مشيت مولى الواحد والله وقف مع إخواني الجنوبيين دل من جانب إنساني ما من جانب حاجة ثانية. من جانب انساني وقفت معاهم وعيد معاهم وكبرتها، ما من جانب حاجه، ما من جانب معتقد ديني، وانا ما معتقد مسيحيه، انا مسلم يا اخي، بقول الله واحد والرسول واحد. اي وبخاف الله وبخاف الرسول وبحج وبزكي واي حاجه، كل الحياه دي قاعد اعملها. انا ما داير اقول حاجه اصلا، انا داير بس اقول في الكلام ده يا جماعه، ده كلامي داير اقول اصلا. اي طيب إضافة واحدة كده إذنك، حاجة واحدة يا شيخ أبو بكر، دي طبعا يا جماعة الناس العابرين هاي عارفين الحاجة دي، لكن أنتوا ذاتوا زي ما قال فهم كل الدين فهم فوق فوق، دي حاجة أنا بقولها يعني أول حاجة. والتأويل والتحريف في الدين ذاتهم حرام. تعالوا جيبوا لنا حاجة كده زي ما قال نحن كطلبة مثلا، اعتبرونا نحن ذا الجيل هاي دارين نستفيد منه كنتوا مثلا، تعالوا هاي علمونا شنو يعني جاي ضاربوا كده أنا راسي وجعوا الحاجة بالشكل ده، رد عليه رد انه يا اخي يستفيد منك، سواء كان حتى المداخله دي مش جداخلك، رد عليه رد يا اخي يخط زي ما قال يليق بمقامه مثلا كويس، يليق بمقامه. انا جيت سالتك قلت لك يا شيخنا يا اخي وريني المفهوم الكده، او جيت داخلتك يا اخي ده فهمي، تعالي تفهمني بفهم انا عشان استفيد منك انت كزول عارف مثلا كويس، عشان ما بعد شويه تجي تضربني انا وراسي يضرب الحي بالشكل ده. طيب انت قلت في الاول او في نص كلامك انه شيخك افلاطون قال الجدل هو تاج المعرفه والمعرفه تاج الحياه، فانت في الاخر ما في داعي تخاف من ردا عليك، ما انت قلت الجدل تاج المعرفه وده نوع من انواع الجدل بتاع شيخك افلاطون، شيخك افلاطون اللي قال لك جادل وما تخاف، انت هسه ما تخاف من كلامنا ده ذاته، وده نوع من الانسانيه اللي انت دعيت ليها، وانا قلت وقلت مشيت وقفت مع الجنوبيين انسانيه وقفت معاهم. طيب انا انسانيه داير ارد عليك ذاته رد انساني، عشان انا داير اقف معاك لانه كون اصلحك من الغلط بتاعك انا بعتبر دي انسانيه ذاته، ولا ما كده؟ اصل انت بتمشي لدكتور بيشرط بطنك، دي انسانيه وده اسمه حكيم، خد بالك حكيم اسمه، وده قمة الوظائف الإنسانية
الدنيوية الطبيب، لأنه ده بيهتم بصحتك أنت. فأنا أعتبرني طبيب، أعتبرني بتاع الفكك زي الجماعة العجائز زيك اللي بيصلحوا الفكك، أنت بتكورك وبكونوا ماسكينك وبيلولك في كراعك لما الرج ينزل لك كويس. بس طيب قلت إنه حرية الاعتقاد، ودي أخطر كلمة أنت قلتها. الكلمة دي خطرة جدا يا ولدنا. قضية ما قضية بتاعت إنه أنت دار تفرفش وتقول لك كلام تضحك بالشباب ونظام فهلوة، خلاص الولد قرى جامعة وجيت لقيت الجماعة بصفقوا طق طرق حرية حرية، وبنادم بها ثلاثة علمانيات واثنين شيوعيات، واحدة راضت طرحتها في النص، وشفت خلاص أنت انخلعت، لأنه زمان هناك الحلة ما فيها كلام زي ده. جيت هنا الجامعة انخلعت بالوضع الجديد ده، قلت لك بنات لافات قدامك وفي جماعة بكورك، وواحد تلقى صر وش يقول لك البلد دي ولد دي تعبانة ونحن لابد. تخيلت انه خلاص انت تحررت وطرت في الهواء فوق زي ناس فولتر ولا اسمهم شنو بتاع انا اشوف عديلك. يا ولدي الكلمة دي كلمة خطرة جدا، كونك تقول انا حر في اعتقادي. طيب انت ربنا خلقك كده عبث تكون حر؟ ربنا خلقك عبث؟ ربنا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا شنو؟ إلا ليعبدون. ما أنت حر في أنك أنت تختار ما تشاء أبدا، أنت عبد لله، أنت ما حر. ولو أنت ما عبد لله قول لنا، قول أنا ما عبد لله وأنا كفرت بالله عديل بوش الدرب، تبقى أنت كده صريح في الكفر بتاعك. لكن كونك تقول أنا حر أعبد اللي عايزه وأحب اللي عايزه وأترك اللي عايزه، ده كلام باطل ما بجوز منك يا ولدنا، والكلام ده كلام خطر جدا، وده اللي خرج ناس كتار جدا من دائرة الإسلام، كونه اعتقد إنه هو حر فيما يعتقد وما يدين. لا، أنت عبد، أنت ما حر. هل العبد والحر سوا يا أخواننا؟ العبد والحر واحد؟ أبدا ما واحد. أنت ملزم بصلوات، ملزم بها ولا ما ملزم؟ تقدر تقول لي ما ملزم؟ أنت كمسلم ملزم بصلوات ولا لا يا شباب؟ صلوات خمسة صح؟ ربنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أنت حر تصلي ولا ما تصلي؟ ما حر، لابد تصلي. أنت ملزم ببر والدينك، ملزم به وإجباري عليك أنت تعمله، لو ما عملته تتعاقب في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك كونك تقول لي أنا حر وأي زول يعمل ما يشاء وعندنا الحرية الكاملة، دي من أقوى دعاوى العلمانية اللي دار تطلع الشباب الآن من دائرة الإسلام. وانتبهوا يا شباب عشان ما تتخدع بعبارات زي دي، والطلبة بيقولوها كثير، بيقولوها كثير، والناس ما في زول بيقول لهم ده غلط. عشان كده نحن المنتديات بتاعتنا دي بفضل الله سبحانه وتعالى قاعد توعي الناس، بتوعي الناس، لانه زول يعرف الصح من الغلط. ما تقول لك كلمه شينا زي دي يا اخي، انا حر وانا اعمل ما داير. انت حر كيف يا اخي؟ ربنا ارسل لك رسول تتبعه تقول حر؟ يعني هسه انا بمزاجي اقول للرسول والله يا اخي انا ممكن اسمع كلامك وممكن ما اسمعه، ما على كيفك. ملزم تسمع كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ملزم تعمل به. ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما عندك انت الحق في انك انت تختار ما تشاء وتقول لي انا حر، انت ما حر، انت عبد لله سبحانه وتعالى. طيب انا طولت في الكلمه دي لانها خطيره. بعدين قال انا وقفت مع الجنوبيين من جانب انساني، وقف معهم في مول الواحه من جانب انساني، عملت لهم شنو يعني؟ اشتريت لهم حاجه؟ اديت لهم؟ ده ما جانب انساني، دي فرحه بتاعت عيد، والعيد متعلق بعقيده. انتبهوا يا اخواننا، فرق كبير جدا بين الجانب الانساني الذي دعا اليه الاسلام وبين اللي بيعملوا فيه الشباب زي ده ما فاهمين حاجه. الجانب الانساني انا كمسلم اليوم دعاني ديني الاسلام الى ان اقف مع المحتاج ولو كان كافرا، لو كافر انا بقيف معاه، لقيته جعان بدي اكل، لقيته البرد حارقه بديه بطانيه تغطى بيها، بعمل مساعدات، بقيف معاه صحيا ماليا ماديا، كافر ولا مسلم كله انت بتلقى فيه اجر.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله غفر لبغي أو شكر لبغي. بغي دي مرأة زانية، المرأة المنافعة يعني في بني إسرائيل. قال سقط كلبا، كلب مرقت المركوب بتاعها دخلته في الموية سقت لها كلب، ربنا شكر لها. نحن الجانب الإنساني في الإسلام موجود، شماتة أنت تظن إنه نحن مثلا المسلمين لو مكنوا وبالفهم اللي احنا بنعتقده فهم السلفيه لو مكنوا انه بعد ذاك حييجوا يلموا في اي نصراني يجوعوا تجوع لمن تموت، ما في كلام زي ده. ياكل ويشرب والاسلام يقف معك ويديه هديه كمان، ده ما فيه مشكله، لكن ما تكون في امر متعلق بدينهم، يكون فيه نصره للدين بتاعهم. لما تجي تلقاه في الاحتفال بتاع 25 ديسمبر بتاعهم، انت تجي تقدم له هديه ولا تقول له هابي نيو اير، ها سنه جديده سعيده، انت تعرف بتهنيه بشنو؟ انت ما ده جانب انساني، ده ما فيه انسانيه، ما يغشوك ده عشان اقول البنايات اللي في الجامعه، ما يغشوك، ما في اي جانب انساني في النقطه دي، ده جانب عقدي، اعرف المعلومه دي، ده عقدي. انت بتهنيه تقول له مبروك عليكم انه الله عنده ولد، عرفت الكلام ده؟ وين الجانب الإنساني هنا؟ ما 25 ديسمبر عندهم ميلاد المسيح، عرفتها؟ أنت ما عارف 25 ديسمبر، أنت قالوا شنو؟ أنت قال ده يوم لعب البلي؟ ده يوم ميلاد المسيح، أنت بتقول لي جانب إنساني واقف مع إخواننا المسيحي، واقف معهم بيسووا في شنو؟ بتاكلوا طعمية؟ قطعت لهم فتة؟ جانب انساني وين؟ انت فاهم الانسانيه؟ يا ناس نحن ده محتاجين نعرف الناس الانسانيه، ده زي البتاع اليوم ذاك جا قال الكلا، قال الكلا كل الكلا قال معناه البسكويت كلا يعني؟ يا ناس احنا نقعد نعرف الكلا، نبقى نحن بتاع جغرافيا ولا نحن نبقى بتاع دراسات بيئيه عشان نعرف الانسانيه اللي زي ده؟ ناس الانسانيه ما بيعرفوها، الانسانيه تجي في مول الواحه؟ هو في زول جم مول الواحه ده داير له وقفه انسانيه ثاني؟ والجنوب الجمل الواحد ما نام رطب ذاته، مول الواحد احنا بنقدر نخش يا ود الناس. انت ذاتك اشتريت منه حاجه؟ اتحداك اشتريت منه شيء؟ ما بتقدر. وقصص البارد ده كم في مول الواحد؟ انت لو دار تجيب وقفه في جانب انساني، الانسانيه ما معل في مول الواحد، الانسانيه معل بيموتوا هناك اللي انقرضوا ديل، بيموتوا بطانيه ما عندهم جعانين، قصص البارد ب 180 جنيه، انت عارف هناك؟ في الجنوب وبيشربوا مريسه ساي بالجوع، بيشربوها بالجوع المريسه بتقتلهم. ده حرام وبالجوع وماتوا. ما انسانيه هنا، وين ما يغشوك؟ ثاني واحد تقول انسانيه في مول الواحه، عرفتها؟ مول الواحه انسانيه يا اخوانا، نزل داري يقلبوا لنا المفاهيم. ايه يا هدي التقان انا جاي من اوكرانيا؟ نحن ما قاعدين في البلد دي؟ والله مول الواحه الا تمشي تتفرج ساي من بعيد بس تتفرج تعاين. ما بتقطعها بيشرك حاجه هناك، ولا عفراء الاثنين ديل عمل حسابك منين؟ نحن ناس بروتاريا مساكين ما عندنا حاجه، ما في حاجه اسمها مول واحد يا شباب. طيب قال انتوا فهمكم للدين فوق 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 فوق، يعني شنو؟ كذي وريني فوق فوق يعني شنو؟ كذي تعال وريني الحقيقيه ذاتها شنو؟ ما هو انت ما ممكن تقول لي انتوا ما فاهمينه على الحقيقه لكن نحن فاهمينه على الحقيقه. طيب خلاص انا برضو بقول لك نحن فاهمينه على الحقيقه وانتم ما فاهمينه على الحقيقه، وده ما كلام فضفاض في النهايه، ده جدل، ده جدل عقيم. انت تعال قول لي واحد ده فوق 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 شنو؟ البنطلون بتاع القصير ده فوق فوق، اها ده تحت ذاته ما فوق، والفوق دي طاقيه بنطلون تحت كويس، فوق فوق ده شنو يعني؟ ده افهم البنطلون القصير بتاعنا ده دين، ما لعبه. انت قال نحن دارين نضرب هوا يعني تحت مزاجنا كده؟ لا ده دين. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي في الشمائل المحمدية، ده كتاب أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء وصفات وأخلاق تعليم وهدي أي حاجة في الكتاب ده. قال أبعد رسول الله رجلا، أبعد يعني شنو؟ تعرف لغة عربية؟ أبعد يعني لما تشوف لك زول من بعيد بيقولوا أبعد فلان رجلا، يعني شافه من بعيد. قال فهرول إليه رسول الله، هرول بتعرفه؟ مشى له بسرعة وصلوا. الزول ده مشكلته شنو؟ اللي جرى له النبي عليه الصلاة والسلام أو هرول إليه، هو لباسه أو توبه اللابسه جاري في الواطة طويل أو تحت الكعبين، ف
فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى. يا أخواننا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وناسك اللي بترجع لهم انت ده ذاتهم الكفار والمستشرقين ديل ناسك ديل معترفين بأنه قائد لو كان في قائد للبشرية هو محمد صلى الله عليه وسلم هم ذاتهم معترفين بها. واحد كاتب كتاب العظماء 100 أولهم محمد قال ده كافر ذاته من جماعتك طبعا بتقتنع بالكفار بس ده كافر من جماعتك. أنا ما قلت أنت كافر لكن ده جماعتك مين أنت أفهمها كده كويس. النبي صلى الله عليه وسلم مشى مسرع للراجل ده وقف عنده قال له ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى. قال يا رسول الله إني رجل أحنف تصك ركبتاي. معناه شنو الكلام ده؟ أحنف يعني شنو؟ يعني في رجلينه عوج يعني زول لما يكون كرعينه بيدكشن الركب بيدكشن مع بعض لأنه الكرعين ملفوفات تحت الركبتين بيتلاقن. قال أحنف تصك يعني بالضربا ركبتاي عشان كده هو طول إزاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أليس لك في أسوة أنا ما قدوتك؟ قال فنظر الرجل إلى إزار النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا هو إلى أنصاف الساقين. قال الراوي فما شوهد ذلك الرجل أو فما رؤية إلا وإزاره إلى أنصاف الساقين. دي قدوة إحنا قدوة بالنسبة لنا. إنت الآن عامل لك حلاقة بفوق جنبور كده زي الديك بفوق إنت اقتديت بزول معين ولا لا؟ قدوة لاعب بتاع كورة برازيلي مش كده؟ في حلاقة تانية بيعملوا خطين بهنا فواحد بيكون عامل لك صريمة زي حاجة الحمار صريمة كده. أي زول مقتدي له بزول نحن اقتدينا بالنبي العيب وين؟ المشكلة وين يعني؟ أنت هسه بس واجعك بنطلونين ده ضيق عليك المحل اللي كتم نفسك من المحل دي كله يلا بتلقى صيرة دي وصل البنات اللي في الجامعة ما لابسات قصار ما متكيف أنت وجعنك حرقنك ديرك ولا أنا عشان كرعي غبش يعني في الأشياء شوف الناس زين عليك الله هسه في جماعة بيلبسوا ثلاث أرباع ولا اسمه نو لحد هنا زول بيسألوا ما في بيلبسها برمودا وبيلف وتلقى مشى وين؟ واحدين بيجوا بها الجامعة واحدين سايقين ركش جوكية بتاع الركشات لابسينه هنا ده فوق سألوا منه فزول قال لهم انتوا مشددين؟ بس المشددين احنا ديل بس يا ولدنا ما تقول لي تاني الدين فوق فوق نحن ما عندنا دين الدين ده كله ما حيسمى فوق فوق ولا كده. الدين الإسلامي ده شريعة شريعة إسلامية ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا والنبي صلى الله عليه وسلم شرع شرائع وأحكام وكلها عندنا محترمة كلها العظيم منها والأدنى منه كلها محترمة ومقيمة في الإسلام ما عندنا استخفاف بأي شعيرة من شعائر الدين تاني ما تقول لنا منطلونكم وكده كويس. قال شيخك أفلاطون عشان تعرف الناس زي الناس متناقضين أسا لو نحن جينا تكلمنا عن اتباع السلف يجيك واحد من الطريق يقول لك سلف الزمان ديلك القدام قبل 14 قرن سلف تعرف افلاطون ده بتين افلاطون افلاطون ده قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذاته قبل عيسى ابن مريم قديم ولا ما قديم ما تباري الناس القدام تاني كويس الا السلف بس الناس متناقضين والله واحد يقول لك قال ادم سميث ادم سميث ده بتين انت قالوا يقول لك قال ارسطو ارسطو طاليس زعيم الفلسفه ارسطو ده قبال عيسى ابن مريم ب 100 سنه ويجي يقول لك ديل اصحاب الافكار المتحجره والدغمائيه وناس دوغماتيك وناس ما تعرف شنو وقديمين انا اقدم من ارسطو بالله شوف النوعيات دي جايب لهم كتب غبشه وقديمه كتب قديمه ومعفنه نكتوها فلسفه ذات الكتبوها ماتوا والطبعوها ماتوا ورقدوا زمان يجي انقتلت ينزل يقول لك الحضاره ولا بد من الناس تواكب ولا تكون مودرن ستايل يا توي تغشنك البنات في الجامعه تعالى ما تقول كلام زي ده كويس. بعدين قال بخاف الله والرسول بخاف الله والرسول دي تكون شلتها من اللمين داك بتاع التكسي صح؟ ديل بيذكر الله والرسول يا رسول الخوف ده من الله الخوف ما من الرسول الرسول تخاف انه ما بخافوا من الرسول الرسول بيحبوه وبيطيعوه وبيسمعوا كلامه وبصدقوه
دي اشياء خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول ما بخافوا منه، تخاف منه كيف يا؟ طيب الفرصه مفتوحه.